نتابع أحوال العالم اقتصادياً. معنا السيدة لينا قدوع وهي محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلاً وسهلاً بك معنا لينا في الوقت الذي ينتظر فيه العالم بطبيعة الحال تنصيب جو بايدن الذي يأتي في وسط ظروف بالغة الحساسية، لكن الأسواق تنتظر جانيت يالين وزيرة الخزانة المرتقبة. يعني لماذا كل هذا الاهتمام بجانيت يالين والمرأة حاضرة في أذهان الناس بطبيعة الحال بحكم أنها رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سابقا، وما الذي تنتظره الأسواق منها؟ أهلا بك. بالفعل جانيت يالين كما قلت رئيس الاحتياطي الفيدرالي من عام 2014 حتى عام 2018، ورفعت أسعار الفائدة من مستويات متدنية إلى 2.5%. التركيز الآن من قبل جانيت يالين بما أنها مرشحة كوزيرة خزانة الأمريكية بأن يكون تركيز على التحفيز، وخاصة الحزمة التي أقرها الرئيس المنتخب جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. هل نستطيع أن نقرأ في الكلمة التي سوف تلقيها اليوم في الثالثة بتوقيت غرينتش بأن يكون هناك حزم تحفيزية أكبر من الحزم التي أقروها ب 1.9 تريليون دولار؟ هل سيقرأ المستثمرين بين السطور أي تصريحات حول هذا الموضوع؟ هناك تأكيد بأن يكون هناك بالفعل حزم تحفيزية سوف تتحدث عنها جانيت يالين، وبالتالي أيضا الحديث حول الدولار، هي لا تريد تبني سياسة دولار ضعيف كما كانت في إدارة دونالد ترامب يريد كان دولار ضعيف، فهي لا تريد تبني ذلك، وهي سوف تتحدد أسعار صرف للدولار بحسب العرض والطلب. فبالتالي كل هذه يعني ربما هذه الحزم التحفيزية، ولو قرأنا بين أن يكون هناك حزم تحفيزية أكبر سيكون داعمة للأسواق المالية، وسيكون هناك أيضا على لا أخفي أن يكون هناك على المدى القصير أيضا بعض الارتفاعات للدولار الأمريكي، لكن على المدى المتوسط والطويل ما زالت يعني آراؤنا حول أن يكون هناك دولار ضعيف في الفترة المقبلة في ظل سياسات الحزم التحفيزية الكبيرة التي سوف تقرها الولايات المتحدة الأمريكية. عم نشوف في ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بيحتاج إلى حزم تحفيزية أكبر من ذلك. فأنا لا أتوقع أن يكون هناك دولار قوي، فأتوقع الدولار على المدى المتوسط والطويل أن يكون هناك ضعيف، ولا أستبعد بعض الارتفاعات على المدى القصير. فكلمة جانيت يالين كلمة مهمة اليوم سنترقبها بشغف حول إقرارها حول الدولار وأيضا سياسة التحفيز. جيد. لينا دعينا ننتقل إلى الذهب الذي شهد تراجعات لامس من خلالها مستويات 1800 دولار للأونصة، عاد من جديد ليرتفع، الآن هو على ارتفاعات حوالي 1843 دولار. ما الذي يحرك الذهب؟ نعم صحيح، بالفعل هناك ارتفاعات لأسعار الذهب شاهدناها منذ جلسة أمس، هذه الارتفاعات يحركها بداية حتى بعد أن شاهدنا ارتفاعات الدولار خلال اليومين السابقين، شهدنا أيضا ارتفاع للذهب، لكن ما يحرك الذهب الآن هو الإغلاقات الاقتصادية عم تقوم بها الدول. النمسا ما زالت هناك في إغلاقات اقتصادية، ألمانيا عم تحاول أيضا تبديد فترة الإغلاق، هناك عدة مدن أيضا صينية مغلقة، فبالتالي الإغلاقات في مدن العالم هي ما، والارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأيضا يظهر أن هناك بطء في التطعيم وأيضا في إعطاء اللقاحات، هذا عم بيخلي أن هناك تخوف وقلق من قبل المستثمرين والمتداولين في الأسواق حيال هذه الارتفاع عدد الإصابات، رغم هناك توقعات بأن يكون هناك يعني شفاء أو
شفاء أو تخلص من فيروس كورونا خلال النصف الثاني، لكن يظهر ذلك أن القلق ينتاب المستثمرين في هذه الفترة. ولا ننسى أن التضخم هو العامل الأساسي، فالتضخم بما أنه منخفض في عدة دول عظمى، أتوقع أن نتيجة أيضا انخفاض الاستهلاك، لكن لا أتوقع أن يبقى التضخم منخفض، لأن في أي لحظة ربما يخرج عن السيطرة في حال عودة التعافي الاقتصادي مع حزم التحفيزية الكبيرة التي تقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في ظل يعني سياسة وعهد جو بايدن الذي نتوقع منه المزيد من سياسات التحفيز الكبيرة. نحن لا ننسى أنه التضخم بحسب أسعار المستهلك عندنا 1.4% في الولايات المتحدة، الصين 0.2%، في بريطانيا 0.3%، فأنا أتوقع أنه رح يرتفع، وبالتالي الذهب يستفيد من توقعات حول أن يرتفع التضخم وأيضا الحزم التحفيزية التي سوف يتم إقرارها، فأتوقع أيضا هذا الارتفاع، وأيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية اللي ارتفعت لعشر سنوات، لكن ما زالت أن عوائد السندات القصيرة الأجل هي منخفضة، فهي محرك أساسي لأسعار الذهب. جيد جيد لينا، دعينا ننتقل إلى موضوع آخر أيضا لا يخلو من ارتفاع، وهو الجنيه الاسترليني الذي يشهد ارتفاعات أمام سلة من العملات بما فيها الدولار. أود أن أقف على علاقته مع الدولار الذي يستبق ربما حفل التنصيب والتحفيزات وكل ذلك بتراجعات صريحة أمام سلة من العملات. نعم، بالنسبة للجنيه الاسترليني لاحظنا ارتفاعات للجنيه الاسترليني، وخاصة بعد الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ارتفع الجنيه الاسترليني خلال ديسمبر الماضي ب 2.54%، وأيضا ارتفع خلال الربع الرابع من عام 2020 تقريبا بارتفاعات ب 5.67%. فهذا الارتفاع في الجنيه الاسترليني هو يقابله الضعف الكبير الذي حصل في الدولار الأمريكي. لاحظنا خلال عام 2020 ضعف كبير في الدولار الأمريكي، فبالتالي رغم الاتفاق التجاري الحاصل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لكن يلزمه المزيد من التفاصيل وأيضا تفاصيل أكثر عن شكل العلاقة التجارية. ولا نخفي أن هناك كانت تمت علاقات تجارية مع عدة دول مثل اليابان، فبالتالي كل هذه يعني أسباب داعمة للجنيه البريطاني. وبالتالي إذا نظرنا أيضا للبنك المركزي، أبقى على في البنك المركزي في إنجلترا، بنك إنجلترا أبقى على البرنامج شرائه من السندات 895 مليار جنيه استرليني، وأيضا أسعار الفائدة المتدنية. بالمقابل إذا نظرنا إلى بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أيضا هناك حزم تحفيزية أكبر، وأيضا البنك الاحتياطي الفدرالي هناك سياسات تحفيزية وإبقاء أسعار الفائدة المتدنية القريبة من الصفر. يعني كل هذه عوامل يعني ربما عم تخلي الدولار ضعيف وعم تدعم الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني متوقع يوصل 1.40 1.43، ولا اتوقع اذا سوف يشهد اذا عمل تصحيح هو 1.33 1.32 50، لكن اذا تطرقنا ولو حصل اتجاه معاكس ورأينا هبوط في الجنيه الاسترليني فسيكون سببه الركود الاقتصادي. شكرا لك لينا قنوعة محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.